بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الثالث في كتاب الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين. والمجلس الثالث النهارده ولا الرابع؟ مجلس الرابع. كتاب الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين للدكتور أسامة السيد محمود الأزهري. نفعنا الله بعلومه في الدارين وبارك فيه ونفع به وحفظه الله وسائر مشايخه والمسلمين أجمعين. بيتكلم على مفهوم الجاهلية وانقطاع الدين وحتمية الصدام، لأن سيد قطب في كتابه الظلال جعل هناك جاهلية لأنه في اعتقاده أن المسلمين تركوا الحكم بما أنزل الله، وبالتالي صاروا في جاهلية أخرى أشد من جاهلية كفار قريش، وبالتالي انقطع الدين، وبالتالي من أراد أن يعيد الأمر على ما كان عليه لابد أن يصطدم بالواقع. فهمت إزاي؟ فهو إيه؟ عمل القصة دي كلها وبنى عليها حتمية الصدام أي مع الواقع. فهمت؟ فحيناقش هذه القضية في هذا الفصل. تتكون نظرية الجاهلية عند سيد قطب من عدد من المسائل حصل له فيها خلط شديد، أنتج عددا من المفاهيم الملتبسة التي انتهى منها إلى الحكم على أهل عصره جميعا بالجاهلية التي تعني التكفير. مش أهل عصر بس، السيد قطب قال إن الإسلام انقطع منذ قرون كمان، ده العصور اللي قبليه كمان. ولقد أولع سيد قطب بنظرية الجاهلية ولهج بها وكررها في كتابه ظلال القرآن على نحو بالغ، حتى لقد وردت كلمة الجاهلية في كتاب الظلال 1740 مرة، ولقد أحصيت لها في صفحة واحدة أنه كررها 9 مرات، في حين وردت كلمة نور في كتاب الظلال 430 مرة تقريبا. وهذا مؤشر مبدئي ربما لا يدل على شيء، لكن لا يمكن تجاهل دلالته على شدة الحضور والإلحاح الذي كانت تمثله فكرة الجاهلية في عقل الرجل وأطروحته وتصوره، حيث خلط بين اعتقاد انفراد الله تعالى بالحكم للبشر وبين جريان الأحكام الفقهية في الواقع، وجريان أحكام الفقه في الواقع من قبيل خطاب التكليف المرتبط بخطاب الوضع، بحيث يتوقف الأمر فيه على تفقد الأسباب والشروط والموانع، فتحويل هذا الأمر إلى الاعتقاد وجعل التقصير في إجراء الأحكام قادحا في الاعتقاد وسببا للتكفير خطأ عظيم تورط في سيد قطب وجعله يعتقد عددا من الأمور العجيبة. يعني جعل الحكم بما أنزل الله، وهذا حكم أمر وضعي، حكم وضعي تكليفي قد يقصر بعض الناس فيه وتكون من قبيل المعصية، جعلها زي أي حكم تكليفي. طب ما ربنا كلفك أن تصلي، طب لو تركت الصلاة كفرت كفر اعتقادي، لا نصلي عليك لو مت. طب قصرت في أداء الزكاة، ما هو ده حكم وضعي تكليفي، وهكذا. يبقى الحكم بما أنزل الله حكم وضعي تكليفي، من قصر فيه عاص وليس كافر. فهم؟ جعله هو في أبواب الاعتقاد. شفت الخلط بقى؟ فبحيث واللي كفر المسلمين بفعل الكبائر الخوارج، هم اللي كفروا المسلمين بفعل الكبائر. عشان كده بنقول على المعتقدين فكر سيد قطب انهم خوارج، لانهم كفروا الناس بفعل ايه؟ بفعل المعاصي. المعتزله قالوا ان فاعل الكبيره مخلد في النار بس مش كافر، في منزله بين المنزلتين. فهم؟ جعلوه برضه مخلد في النار بس في منزله بين المنزلتين، بين المؤمن وبين الكافر، بين المؤمن النالي وبين الكافر الهالك. ده المعتزله. لكن الخوارج ريحوا نفسهم، قالوا كافر صريح. وأهل السنة قالوا إن العاصي في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. لو مات على معصيته الكبيرة دون أن يتوب عنها ومات مصرا عليها، لا نحكم له بالكفر، بل هو في مشيئة الله إن شاء غفر له. فإن ربنا بيقول إيه؟ ويغفر لمن يشاء. مش هيك كده؟ ويغفر لمن يشاء، يبقى هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. وجعله يعتقد عددا من الأمور العجيبة، منها أنه أخطأ بالزيادة في أصول الإيمان إذ أدخل العمل والفروع في الاعتقاد، وهذا قول الخوارج الذين جعلوا العمل
شطرا من الإيمان كالاعتقاد سواء بسواء فكفروا بالذنب. ومنها أنه ذهب إلى انقطاع وجود هذا الدين، ومنها أنه ذهب إلى حتمية الصدام بين الفئة المؤمنة على حد تعبيره وبين غيره. وإليك التفصيل. الخلط بين الاعتقاديات والفروع. قال في ظلال القرآن: إن حدود العقيدة تتسع وتترانى حتى تتناول كل جانب من جوانب الحياة. وقضية الحاكمية بكل فروعها في الإسلام هي قضية عقيدة، كما أن قضية الأخلاق بالذات هي قضية عقيدة. حتى جعل أخلاق الناس مع بعضهم، واحد يشتم واحد، واحد يسب واحد، واحد مثلا يوعد واحد ويخلف، كل دول كفار كفار كفار. يعني طب مين بقى مسلم؟ ما فيش إلا هو الكاتب بس. حاجة غريبة يعني. هي أمة النبي عايزة تبقى معصومة؟ الأمة ليست معصومة في أفرادها، معصومة في مجموعها، وليست معصومة في أفرادها. واضح؟ وهذا خطأ شديد، لأن إدخال الأخلاق في أمور الاعتقاد ليس بصحيح، ويؤدي به حتما إلى تكفير من يقصر في شيء من أمور الأخلاق. واعتقاد أهل السنة والجماعة أن الاعتقاد قلبي، وأن العمل خارج عن ماهيته. وهذا الخلط الغريب من سيد قطب بين الاعتقاد والعمل أدى به إلى التورط بأن زاد في أصول الإيمان. ثانيا، الزيادة في أصول الدين، حيث خلط بين اعتقاد إفراد الله تعالى بالحاكمية وبين إجراء الفروع الفقهية في الواقع، وابتكر شيئا سماه توحيد الحاكمية. دي بدعة قطبية ابتكارية، حاجة سماها كده إيه، توحيد الحاكمية، حاجة ما لهاش حد، لا بالصحابة ولا النبي ولا حد خالص، ولا حتى ابن تيمية. ابن تيمية قال توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ودي برضه بدعة تيمية. فهمت إزاي؟ وقسم التوحيد لقسمين. فيبقى عندنا بدعة تيمية في التوحيد قسمت الألوهية والربوبية، والبدعة القطبية في التوحيد قسمه إلى إيه، توحيد حاكمية وتوحيد آخر. وإحنا عندنا التوحيد واحد لا ينقسم، لأن لو انقسم يبقاش توحيد. كلمة التوحيد أصلاً ألا ينقسم وألا يتعدد، فكيف تعدد الواحد؟ يعني حتى مناقض حتى لعنوان المسألة. يا الله. حيث خلط بين اعتقاد إفراد الله تعالى بالحاكمية وبين إجراء الفروع الفقهية في الواقع، وابتكر شيئاً سماه توحيد الحاكمية. ودي برضو كلمة ابتكر، دي كلمة لطيفة مهذبة من دكتور أسامة، بدل ما يقول ابتدع. فهمت ازاي؟ لكن هو بقى الكلمة الحقيقية ابتدع. دي الحقيقية. ويقابله عنده شرك الحاكمية. قال في ظلال القرآن: وقضية التشريع هي قضية الحاكمية، وقضية الحاكمية هي قضية الإيمان. ده ما نقول من الظلال الجزء الثاني. وقال أيضا: ذلك ليقرر أن قضية التشريع والحاكمية هي كذلك قضية الدين والعقيدة. وقال أيضا: إن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد القوامة وتوحيد الحاكمية وتوحيد مصدر الشريعة وتوحيد منهج الحياة وتوحيد الجهة، إن هذا التوحيد شو كم توحيد؟ كل ده بحيث إن لو سقط أي واحد من دول يبقى كافر خلاص. مشكلة كبيرة، هذا فكر، لأنه في الآخر هيلاقي نفسه هو نفسه كافر، هيقع عليه الكفر. سبحان الله يا أخي، يدور ويقع على اللي قاله. فناخد بالنا من الحكاية. إن هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل، وأن تبذل في سبيل كل هذه الجهود، وأن تحتمل تحقيق كل هذه العذابات والألام على مدار الزمان، لا لأن الله سبحانه في حاجة إليه، فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. وقال أيضا: ولم يكن الناس فيما عدا أفرادا معدودة في فترات قصيرة ينكرون مبدأ الألوهية ويجحدون وجود الله البتة، إنما هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة ربهم الحق، أو يشركون مع الله آلهة أخرى، إما في صورة الاعتقاد والعبادة، وإما في صورة الحاكمية والاتباع، وكلاهما شرك كالآخر يخرج به الناس من دين الله. أخرج الناس من دين الله أفواجا، والقرآن أدخل الناس في دين الله أفواجا، فدي مشكلة برضو. فهو هنا جعل الاتباع وأمور الفقه والعمل مساوية لأمور الاعتقاد، وأطلق الشرك والتكفير على المقصر فيهما، وهذا خطأ فادح منه. وقال أيضا: والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام على مدار التاريخ البشري هي قاعدة شهادة لا إله إلا الله. والعجيب ما يقولش أبدا محمد رسول الله، نادر ما يتكلم عن النبي. تمسك كتاب الظلال سبحان الله من أوله لآخره،
طب جاب سيرة النبي كم مرة فيه؟ قليل نادر. كله يقول لك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طب ما إله إلا الله حق، بس كلمة حق أريد بها باطل. حجب الناس عن النبي، ولعلمك إذا حجبت الناس عن النبي حجبتهم عن الفهم الصحيح. فهمت بقى؟ وده المشكلة اللي هو يعني أنا ما جبت، أنا قرأت كتب تفاسير كتيرة لا تخلو صفحة إلا فيها ذكر سيدنا محمد، أو صفحتين بالكتير. لا، ده كتاب الظلال ممكن تقعد تقرأ 100 صفحة أو 200 صفحة ورا بعض لا يذكر فيها النبي ولا صلى الله عليه وسلم مرة كده. تصور حاجة غريبة يعني، كتاب قد كده، ودي ملحوظة عجيبة عليك أنك أنت تمارسها مع نفسك. وعلشان كده اللي بيبعد عن النبي بقدر بعديه عن النبي بقدر بعديه عن ينقل فكر أبو الأعلى الموجود. كان بيناقش مين؟ بيناقش الهندوس والسيخ، ويجيبه هو في الظلال ويناقش بيه مين؟ أهل مصر لهم أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الدين وأهل الأزهر. شفت الفرق؟ إن هو إيه؟ من لم يراعي الفارق بين الفكرة التي نشأت في الهند وبين الفكرة التي يريد أن ينشئها في بلاد المسلمين. فالفرق كبير يعني. فهو هنا لا يجعل لشهادة التوحيد قيمة إلا إذا قارنها العمل وإقامة الشهادة. الحقيقة شهادة التوحيد لا قيمة لها إلا أن تقترن بشهادة أن الرسول أن محمد رسول الله. فهمت إزاي؟ وهذا مخالف لمنهج عموم المسلمين الذين جعلوا الاعتقاد الصحيح الموجود في القلب لا يتأثر بالعمل وفروع الفقه إلا على وجه الكمال والنقصان، ولم يجعلوا التقصير في فروع الفقه ناقضا لما يعتقده الإنسان من إفراد الحق جل جلاله بالألوهية والتسليم. وهي برضو أقوال كثيرة في نفس هذا المعنى جايبها في كتابه نقلا، لا تحتاج إننا نتعب نفسنا في كلامها لأنها كلام متكرر، لأنه أديب، والأديب تلاقيه إيه؟ يحب يعني يعرض نفس الفكرة بصور كثيرة مختلفة مملة، لأنه أصلا يغلب عليه الأدب وليس عنده من شميمة العلم شيء، لأن ليس له شيء. فهو هنا يجعل الحاكمية لا تنفصل عن العقيدة ويجعل المروق منها مروقا من الدين، فتسبب هذا في حكمه على عموم المسلمين بالكفر، بل يسويهم بعباد الأوثان بسبب تقصير منهم في الأحكام الشرعية، رغم أنه لا يمس اعتقادهم الثابت في الإيمان بالله. وهذا السبب الذي جعل كتابه ظلال القرآن ينضح بالتكفير كما عبر القرضاوي. ثالثا، الجاهلية عندهم ليست فترة تاريخية ماضية، بل هي منهج ممتد عبر الزمان قبل الإسلام وبعده، فهو يبوز رجوع الناس إلى الجاهلية الأولى بكل ما فيها من كفر وشرك واضطراب في القيم الاجتماعي. واعتقاد عموم المسلمين هو أن أهل الإسلام لا يرجعون كفار أبدا. كل المسلمين عارفين أن المسلمين حيفضلوا اليوم القيامة، والنبي قايل كده صلى الله عليه وسلم، مش مرتبطين بحكامهم كمان، يقول هيبقى في ملك عضوض، وأحيانا يجي حكام ظلمة، وأحيانا ما يبقاش في حاكم أصلا، ويفضل برضو المسلمين موجودين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل لو لم يكن لهم إمام يا رسول الله، قال له خلاص انقضى الإسلام؟ قال له لا، قال له اعتزل الفرق كلها ولو أنت عضو على أصل الشرع، يعني هتفضل مسلم. فإسلامنا مش متوقف على أسلوب الحكم ولا على عدل الحاكم، إحنا مسلمين مسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه ما الشرك وأخاف عليكم، وأخبرنا أن الإسلام حيظل لحد ما تمر عليه كل الأطوار دي. لكن هو قال لك لا، ده الاسلام انقضى بانقضاء الحكم العادل، وما بقاش في مسلمين خلاص. ايامك يا سيدي قطب، لا ده كمان قبلها بقرون كمان، يعني كفر اجداده واباه وامهاته، ما ينفعش. وعشان كده انا كان ليا بعض اصدقاء ليا واحنا في الجامعه، في اولى جامعه،
كان اول ما يقرا فكره زي العرب اول ما يكفر يكفر ابوه وامه. والله يقرا فكره وامه يقول لك ابويا ده كافر. ليه يا ابني كافر؟ اصله بيشتغل في الحكومه والحكومه بتحكم بما لم ينزل الله وبياخد مرتبات منها يبقى كافر. اول ما يكفر يكفر ابوه ويكفر امه. طب امك ليه كافر؟ طب ما تشتغلش في الحكومه. يقول لك اصل بتزور سيدنا الحسين. حتى ما يقولش سيدنا الحسين. بتزور الاولياء وتتمسح في قبرها. فيكفر ابوه وامه، اول ما يكفر يتشطر على ابوه وامه، حاجه غريبه دي. شفنا النماذج دي والله. واعتقاد عموم المسلمين هو ان اهل الاسلام لا يرجعون كفارا ابدا، وان ما قد يقع في سلوكهم مخالفه للشرع انما هو من قبيل المعصيه والمخالفه لا من قبيل الكفر والارتداد، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ينص على ذلك صراحه. فقد روى البخاري في صحيحه عن عقبه بن عامر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اني لست اخشى عليكم ان تشركوا ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوها. لكن سيد قطب يذهب الى ان الامه الاسلاميه رجعت الى الجاهليه التي كانت قبل وجود النبي بالكفر والشرك، فقال في ظلال القران: ان الجاهليه ليست فتره ماضيه من فترات التاريخ، انما الجاهليه كل منهج تتمثل فيه عبوديه البشر للبشر، وهذه الخاصيه تتمثل اليوم في كل منهج الارض. بل بلا استثناء ففي كل المناهج التي تعد طريقها البشريه اليوم ياخذ البشر عن بشر مثلهم التصورات والمبادئ والموازين والقيم والشرائع والقوانين والاوضاع والتقاليد. وقال ايضا ان الجاهليه ليست فتره من الزمان ولكنها حاله ووضع يتكرر في اشكال شتى على مدار الزمان. وأشد من ذلك قوله: ولا فصام بين الدين والحياة الواقعية المادية كما هو واقع في الأوضاع الجارية القائمة في الأرض كلها اليوم. فأي عدوان هذا على الأمة، ده كلام بقى الدكتور أسامة بيرد عليه. فأي عدوان هذا على الأمة المحمدية المرحومة؟ وأي عدوان هذا على الدين الإسلامي كله؟ حيث يتصور أنه زال من الدنيا وأن الجاهلية التي هي الكفر والشرك تعم الأرض كلها. وهو يقول أيضا: هذه الجاهلية التي تعم وجه الأرض اليوم وفي قلبه وفي همه وفي حركته أن ينشئ الإسلام عن نفسه في نفوس الناس وفي حياته وفي حياة الناس مرة أخرى في مواجهة هذه الجاهلية بكل تصوراتها وكل اهتماماتها وكل تقاليدها وكل واقعها العملي وكل ضغطها كذلك عليه وحربها له ومناضتها لعقيدته الربانية ونهجه الرباني. الرابع: توقف الدين عن الوجود وانقطاعه. قال لك ان الدين ما بقاش موجود خلاص انقطع، يعني عايزين رسول جديد بقى ما شاء الله. واذا انقطع الدين نحتاج نبي. طيب هو ليه النبي خاتم النبيين؟ لان الدين هيظل اليوم القيامه مش محتاجين نبي تاني. لو انقطع الدين هنحتاج نبي. هو قال انقطع الدين يبقى معناه محتاجين نبي. طب النبي مين؟ هو بقى، هو بقى سيد قطب بقى هو النبي هذا الزمان ينبه الناس على ما يعود اليه. شيء عجيب. توقف الدين عن الوجود وانقطاعه قبل زمن طويل وانه لم يعد له وجود في الارض. وقد غرق سيد قطب في هذا التصور المظلم الغارق في العقد النفسيه والذي وصل الى تصور كئيب بان الرد كلها على الشرك وان الامه المسلمه نقضت الاسلام وان الكون غارق في الجاهليه والكفر. ولم يزل هذا التصور الظلماني المغرق في الكآبه حتى صرح ذلك التصريح الغريب المذهل بان هذا الدين قد انقطع وجوده قبل زمن. فقال في كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام: وحين نستعرض وجه الأرض كله اليوم على ضوء هذا التقرير الإلهي لمفهوم الدين والإسلام، ويعتبر التقرير اللي هو في ذهنه هو التقرير الإلهي، دي خطر جدا. الواحد من المفروض إنه ما يقول فهم يقول في الآخر والله أعلم ولا ينسبه إلى الله، لكن شوف الجرأة، يعتبر تقريره هو التقرير الإلهي. ودي أزمة كبيرة على فكرة. دي كلمة لو وزنت بالأرض والسماوات والله توزن، لأنها خطيرة جدا. فهم؟ لأنه جعل تقريره هو التقرير الإلهي، وهذا أكبر خطأ. وعلى ضوء هذا التقرير الإلهي لمفهوم الدين والإسلام لا يبقى لهذا الدين وجودا، إن هذا الوجود قد توقف منه منذ أن تخلت آخر مجموعة من المسلمين عن إفراد الله سبحانه بالحاكمية في حياة البشر. قال وفي كتاب معالم الطريق: إن وجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة. شوف كفر، شوف الكلمة دي بسيطة، مش احنا بنقول لك
إن الإنسان ممكن يقول الكلمة يلقي لها بالا تكون من سخط الله، بالكلمة دي كفر بها ملايين البشر الذين ماتوا. فهمت إزاي؟ ملايين من البشر في لحظة. فدي منتهى الخطورة. لو كان سكت كان أحسن وأسلم له. وهذا عدوان صارخ على الأمة المحمدية، ده كلام أسامة بيقرر، وهذا عدوان صارخ على الأمة المحمدية التي هي خير أمة أخرجت للناس ورمي بالكفر والشرك، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. وكثيرا بقى ما يقرر نفس الفكرة بتاعته بطريقة مملة كثيرة، يرددها كثيرا حتى يصدق القارئ الذي سلم ذهنه وجدانه له. ثالثا يقول: والعجيب أنه يدعو للتسامح مع المخالفين للإسلام في الاعتقاد، لكنه لا يرى التسامح أبدا مع المسلمين. وده اللي نراه في داعش، أول ما حاربوا حاربوا المسلمين وسابوا اليهود، لأن في اعتقادهم أن دول أكفر من اليهود، شيء عجيب. لكن مع اليهود نراعي بقى المعاهدات الدولية. طب ومع أهلك اللي بيصلوا ويصوموا؟ لا، الإسلام بتاعتهم دي غير مقبولة، دول كفار، دول مجرمين، دول يقتلوا الأول. بعد ما نخلص على المسلمين دول اللي هم بنظرهم كفار، نبقى بعد كده نقاتل اليهود إن شاء الله، عشان تشوف الإسلام اليهودي إزاي. ومنتهى الخطورة. والعجيب أنه يدعو للتسامح مع المخالفين للإسلام في الاعتقاد، لكنه لا يرى التسامح أبدا مع المسلمين الذين يتجرأ هو ويكفرهم. إلى أن تطور الأمر عند داعش فلم تتسامح مع أحد قط، بل قطعت الرقاب وأعادت الرق والعبودية. بيقول في ظلال القرآن سيد غض: إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهارا نهارا في العقيدة، ولكنه لا يتسامح هذا التسامح مع من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذب الأفعال، لا يتسامح مع من يقولون أنهم يوحدون الله ويشهدون أن لا إله إلا الله. فين بقى محمد رسول الله؟ مهداش خد، ما يذكرش سيرة النبي كتير، قليل ما يذكر النبي. يا مصيبة سودة. لم ثم يعترفون لغير الله بخاصية من خصائص الألوهية كالحاكمية والتشريع. فأسامة بيقول: وهذا التصور الغريب هو الذي جعل التيارات المتطرفة التكفيرية عبر تاريخها تنكفئ على المسلمين وتريق بينهم الدماء حتى تحولوا إلى حرب في نحورها للإسلام، وألحقوا بهم النكال دون أن يكون لهم أدنى اشتغال بمخاطبة بقية الأمم والشعوب والحضارات من حولنا بما في هذا الدين من هداية وعلوم ومعارف وحضارة. فانعكس على يدهم مقصود الدين، وانعكست عندهم مقاصد الرسالة المحمدية، وبدلا من جعل أمة الإسلام أمة تقوم بين الأمم مقام هداية وبيان ودعوة إلى الله ونشر منظومة القيم النابعة من محاسن هذا التشريع الشريف، تحولوا إلى المسلمين فنهشوا فيهم وسفكوا دماءهم. حتى قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: وهذا الضرب من الناس اللي هو نوع الخوارج يعني من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم، في قدره العظيم. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم مذكورون في قول تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والمقصود أن هؤلاء الجهل الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين وتواطأوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا بها ويبعثوا إلى إخوانهم وأقربهم ممن هو على رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة وغيرها فيوافوهم إليها ويكون اجتماعهم عليها. ده في البداية والنهاية الجزء السابع. ونقف على مفهوم دار الكفر ودار الإسلام الجمعة القادمة إن شاء الله.